السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. النهاردة الفيديو بتاعنا بإذن الله هيتكلم عن محبي زقزوقة ومتابعين زقزوقة اللي على طول بيكتبوا لها في التعليقات عايزين اسمهم يتقال. فإن شاء الله النهاردة هنقول أسماء محبي زقزوقة ومعجبين زقزوقة اللي بيتابعوها على طول. بس عايزة اقول لكم قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا، اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي ما ينساش يعمل لايك لزقزوقة ويشترك في الفيديو ويفعل الجرس ويختار كلمة الكل عشان كل فيديوهاتي توصله بكل سهولة، وما تنسوش اللايك يا جماعة. تمام، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهندخل على الفيديو بتاعنا على طول. طبعا انا كل مرة بقول الاسماء بتاعتكم، اسم محبي زقزوقة باسم والده ومن عنده كام سنة من بلد ايه. فطبعا في واحد بيحب زقزوقة جدا اسمه انس محمد، حد كمان بعت لي صورته وقال لي يا ريت احط صورته مع اسمه في الفيديو. فانتوا برضو لو عايزين تعملوا زي انس ممكن تبعتولي الصورة بتاعتكو على جروب الفيسبوك عشاق السلاحف ومحبي نانا وزقزوقة، تبعتولي الصورة بتاعتكو والاسم بتاعكو، اسمكو اسم باباكو عشان اقول الاسم. هتبقى ذكرى حلوة جدا، صورتكو بالاسم بتاعكو مع زقزوقة هتبقى ذكرى حلوة ليكو في الفيديو بإذن الله. اللي حابب يعني احط صورته تمام، اللي مش حابب وحابب اقول اسمه بس براحته خلاص. فان شاء الله بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نقول على اسماء محبي زقزوقة. طبعا معانا انس محمد سلامة من معجبين زقزوقة، بيحب زقزوقة جدا جدا وبيحب البيت بتاعها وعايز يعمل بيت زي بيت زقزوقة وعايز يجيب سلحفة شكل زقزوقة بالظبط. تمام، وهو قال لي بقى احط صورته في الفيديو. تمام خلاص، زقزوقة بتسلم عليك يا انس وبتقول لك هي بتحبك زي ما انت بتحبها بالظبط. ومعانا كمان ياسين محمد سلامة اخوه، برضو بيحب زقزوقة جدا وزقزوقة برضو بتحبك يا ياسين. واروى محمد سلامة، التلاتة اخوات من متابعين زقزوقة. ومعانا فارس احمد، ومعانا يوسف صبري ورضوى صبري برضو من محبين زقزوقة وزقزوقة بتحبكوا جدا، دول طبعا من الشرقية. ومعانا برضو من متابعين زقزوقة واللي على طول بتعلق لي في التعليقات ملك محمد عبد الفتاح من مصر، هي بتحب زقزوقة جدا وزقزوقة برضو بتحبك جدا يا ملك. ومعانا تسبيح البيك من اسماعيلية برضو من متابعين زقزوقة. ومعانا بقى برضو من اسماعيلية اسماء عبد الله واروى عبد الله واحمد عبد الله ومحمد عبد الله وانس عبد الله، بسم الله ما شاء الله. دول اخوات برضو بيحبوا زقزوقة جدا وبيتابعوها على طول وزقزوقة برضو بتحبكوا جدا. ومعانا ادهم ومعانا سيف من السعودية 12 سنة، برضو زقزوقة بتحبك جدا يا سيف انت وادهم، بس هما مش اخوات يعني، انا مش عارفة ادهم هو كاتب اسمه بس. ومعانا احمد متولي 11 سنة من مصر من محبي زقزوقة. ومعانا فاطمة احمد من البحرين 11 سنة. ومعانا هايدي عادل من القاهرة، طبعا زقزوقة بتحبكوا زي ما انتوا بتحبوها بالظبط. ومعانا خالد من تونس، ومعانا ضحى من المغرب. تمام يا جماعة، انا زي ما بقولكوا كده لو تبعتوا الصور بتاعتكوا هتكون اجمل واجمل. تمام، يبقى الاسم بالصورة كده هتبقى ذكرى جميلة جدا. ومعانا نور، بس برضو ما قالتش نور ايه ومن بلد ايه، هي برضو من محبي زقزوقة. ومعانا من الله مصطفى، ومعانا سيف محمد من السعودية، برضو دول كلهم من محبي زقزوقة. ومعانا إيمان من مصر، ومعانا مريم فؤاد من الأسكندرية. طبعا زقزوقة برضو بتحبكوا جدا زي ما انتوا بتحبوها. ومعانا ماسيو من الفيوم،
ميسيو او ماسيو مش عارفة بصراحة، ميسيو ميسيو من الفيوم. اسفة بقى لو بنطق الاسماء غلط لاني بابا كاتبها بسرعة، فممكن في بعض الحروف بتبقى ايه متلخبطة فيها وكده. منى صالح من مصر، ونجوى حسني من الاسكندرية، واسلام صبري طبعا، اسلام صبري من متابعين زقزوقة من اسكندرية على طول بيتابعها. ومعانا جنى ايمن من طنطا، ومعانا ريم بوسنان من الجزائر 13 سنة، اهلا يا ريم. طبعا زقزوقة بتحبك جدا يا ريم زي ما انت بتحبيها بالظبط. ومعانا مريم من الجزائر، ومعانا بلال، ومعانا مؤمن، ومعانا علياء احمد من القاهرة، ومعانا ليس من سوريا. طبعا ليس برضو عامل قناة جديدة يا جماعة، اتمنى ان انتوا تتابعوه فيها. ومعانا يوسف احمد عنتر، وبودي احمد عنتر، وحمودي احمد عنتر من القاهرة برضو من متابعين زقزوقة. ومعانا روان ومنار من البحيرة، ومعانا زياد من مصر، ومعانا خلود احمد. تعالي يا زقزوقة هنا، راح فين؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شبعتي يا زقزوقة؟ ها قولي. ومعانا قلنا ايه تاني، ومعانا لوجين حسن من السعودية، جدة، وروان قلنا روان، ومعانا مين تاني، خلود احمد، ومعانا فارس احمد، ومعانا مريم علي السعيد، ومعانا مهدي محمد من طنطا، ومعانا طارق يسري، ومعانا سيف من السعودية، ومعانا ضحى من المغرب. طبعا زقزوقة بتحبكم جدا، وانتوا زي ما انتوا بتحبوها بالظبط، بس هي بقى شبعت وزهقت عايزة تمشي. استني يا زقزوقة بس ما نكمل الفيديو. وصلنا لايه، ومعانا قلنا ايه، ومعانا بقى رحمة ومعاز ويوسف وتقوى، دول بقى صحاب زقزوقة، هم بقى اللي مربيين زقزوقة ولادي يعني. ومعانا مين تاني، قلنا مين مين، استني بس يا زقزوقة نسيتيني. معانا حسين من مصر، ومعانا جنى أشرف من الفيوم، ومعانا فايزة، ومعانا مصطفى أحمد من الأقصر، ومعانا سلمى إسلام ما قالتش منين، ومعانا مصطفى، قلنا مصطفى احمد، ومعانا عبد الرحمن من سوريا، ومعانا دعاء من الجزائر، ومعانا لين من الجزائر، ومعانا ريتاج حسني من اسكندرية، ومعانا ديما من سوريا، ومعانا ملك اسامة، ومعانا نبيل من الاسكندرية، ومعانا احمد الشربيني. تمام. ومعانا مين تاني، ومعانا محمود من الشرقية، ومعانا زياد بهاء محمد، ومعانا عبد الرحمن كفر سعد. طبعا كلهم بيحبوا زقزوقة، وزقزوقة بتحبكم جدا، زقزوقة بقى بتتمشى. ومعانا ريم احمد التجمع الخامس، ومعانا مريم من الكويت، ومعانا احمد حماد بس ما قالش هو منين. تمام. طبعا دي الاسماء اللي انا فاكراها يعني، اسفة لو نسيت اسم اي حد، بس اوعدكم برضو زي كل مرة كده في الفيديوهات اللي جاية هقول اسماءكم كلكم. وزي ما قلت لكم كده، اللي حابب يشترك ولو ما عندوش فيس ممكن يدخل من فيس والده او والدته يعني، او سهله موضوع الفيس يعني، لو عملتوا فيس جديد ما فيش مشكله خالص، تبقوا مخصصينه مثلا لزقزوقه يعني، عشان يبقى في تواصل بينا احسن. تبعتوا صورها، تبعتوا اسئلتكم، تبعتوا زي ما قلت لكم كده، لو هتبعتوا الصوره وتكتبوا عليها الاسم والسن، الاسم بالكامل وسنكم،
هتبقى جميلة جدا وهتبقى ذكرى حلوة. وبرضو قولولي اقتراحاتكم لو عايزين اعملكم، لو عندكم افكار برضو هستنى افكاركم، بحب يبقى في كده تبادل في الاراء بينا. وزي ما قلت لكم بعتذر لو نسيت اسم حد، محدش يزعل مني ولا من زقزوقه، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هقول اسمائكم باذن الله. وده كان فيديو سريع كده على اسماء محبي زقزوقه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. تعالي يا زقزوقه، بسم الله. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك لزقزوقه وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتي توصلكوا بكل سهوله. والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. يلا يا زقزوقه قولي لهم باي باي. باي باي.